الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والله عزيز ذو انتقام
يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة
إرادة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Bapak Ibu, Majelis Hakim, hadirin dan hadirat, pencinta Al-Quran, para pengunjung dan para pemirsa live streaming di channel Diskominfo Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian penampilan finalis Hafizoh nomor peserta
MHQ 0919. Finalis Hafizoh nomor peserta MHQ 0919 merupakan utusan dari Kota Pontianak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات يا قول
وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك
lahum fit dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون صدق الله العظيم. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِهِ أو نسك فإذا أمنتم فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. بسم الله الرحمن الرحيم. فالمدبرات أمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتبعها الرادفة يقولون قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين
سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم يشهد ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا الأبرار كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين فسنيسره للعسرى فسنيسره لليسرى وأما من وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.